مستمرين بصباحنا لليوم وبحلقة عيد الفصح، إن شاء الله بينعاد على الكل بالخير والبركة. هي الحلقة الاستثنائية ومتابعين بفقراتنا سلمى. أكيد ليا، رح نحكي كمان بهي الفقرة عن مدارس الأحد الأرثوذكسية اللي بتحافظ على تعليم المحبة واللقاء مع الآخر وتنشئ جيل مفيد لمجتمعه ولا كنيسته. لنتعرف أكثر عن نشاط المدارس بصيرنا نرحب بسيدة ماري آن سفر، مسؤولة العلاقات العامة بمدارس الأحد. صباح الخير وفصح مجيد. صباحكم، صباح النور، يا هلا. صباح الخير، سعيد صباحي، حقكم قام. يعني بالبداية مدارس الأحد يعني بنسمع كثير فيها، كلنا كنا يعني نحن وصغار وقت كبرنا مشاركين أكيد بمدارس الأحد، بفعالياتها، بتعاليمها الدينية، بتأثيرها بحياتنا، وخاصة يمكن هلأ لها دور كتير كبير بتأثير على كل الناس، مو بس صغير وكبير وكل حدا. يعني اليوم كتير بحاجة نحن لبعض، للكلمة الحلوة، لنعمل فعاليات تحسسنا بقيمة بعض ونحس بالآخر أيضا. خلينا نحكي عن يعني هلأ فترة العيد، شو هي مدارسنا، شو هي نشاطاتنا اللي منقدمها؟ مدارس الأحد هي عمرها 8 سنة، يعني لورا كتير إلى وقت حلو. يعني هلأ مثل ما أنت حضرتك حكيتي أنه بتتجسد هالفعالية بالأعياد، يعني نحن تعليمنا طول السنة بس، ولكن بيتجسد بفترة الأعياد، يعني بيكون في إلنا عمل معين بنقوم فيه بفترة الأعياد بمرحلة الطفولة الإعدادي الثانوي، نحن لأنه من الطفولة للعائلة، فبيتجسد هالعمل هذا بفترة الأعياد بمساعدة، نحن متواجدين بكل الكنائس بالاتفاق مع كهنة الكنيسة، فبيكون في إلنا عمل نشاطي إذا في طفولة، وفي عمل خدمي نحن بنمارسه بالأعياد اللي هي مساعدة الآخر مثل ما أنتي. فنحن عملنا بده ينطلق من نفسنا إلى الآخر، فبهالفترة في إلنا في عمل خدمي للآخر، بتوزع إعانات للعيال يلي نحن في عنا داتا، يعني خاصة بفترة الأزمة اللي نحن مرينا فيها، ففي إلنا مساعدات بنقدمها لبعض العيال يلي موجودة معنا. يعني طب ست ماري، يعني نحن دائما بنكون عم نحكي عن مدارس الأحد وعم نحكي بشكل عام عن كل الأنشطة اللي بتقوم فيها الكنيسة واللي لها دور فاعل ببناء الإنسان وتهيئته للدخول بمجتمعه إنه يكون فاعل. خلينا نحكي عن هذا الشق وكيف طبعا عم بتقوموا بهذا الدور خلال هي الفترة مع كل الفئات العمرية اللي هي طبعا بتتردد على مدارس الأحد. هلا نحن مثل ما حكيت نحن عملنا ضمن الكنيسة، يعني ما بننفصل أبدا عن تعاليم الكنيسة. هلا هي إلى درجات، يعني بنبلش من الطفولة، بيتهيأ هيدا الطفل لأنه يشتغل على الكلمة وفعل الكلمة، يعني الرب يسوع أعطانا فعل، ما أعطانا بس كلمة، يعني إنه أنت بدك تكون فاعل بكل معنى الكلمة، يعني المحبة هي فعل، الخير هي فعل، العطاء هو فعل، فهيدا ببلش من الطفولة وبتستمر بمراحل، كل ما كبرنا في شيء معين يعني بده يتلقى لنوصل لمرحلة يصير هيدا الشخص قدران فعلا انه يعطي. يعني احنا ارشاد الطفولة ببلشوا من الثانوي، ببلشوا بقى ببلشوا بيعلموا، يلي تعلم ببلش يعلم، فان شاء الله نكون فعلا لنا اصداء مثل ما حكيتي، يعني يكون في لنا صدى حلو بالمجتمع، لانه الهدف الاكبر هو انه نكون كتلة بالكنيسة، ما بنتجزأ، نحن ايد وحدة، حياتنا مشتركة، اوجاعنا مشتركة، محبتنا لبعضنا هي الأساس يعني. نعم. بالعمل ست ماري، شوي هيك بتلاقي هذا الجيل صعب، جيل التكنولوجيا، جيل السوشيال ميديا، جيل اللي بس بده يقعد على الموبايل، جيل شوي خلينا نقول هي ما بدنا نظلم الكل بس انه بعده شوي عن الكنيسة، صرتي صعب انك انت يعني تزرعي قيمة داخل الأطفال بسبب يمكن ظروف، بسبب انشغال أهل، ظروف كثيرة ما بدنا نحكي عنها، ولكن خلينا نحكي اليوم بمدارسنا، هي القيم كيف نحن واجبنا نزرعها؟ لأي طفل عنده تعثر من قبل أهله بتقبل الآخر، باندماجه بالمجتمع، اليوم نحن قد إيه دورنا مهم
كأفراد كشبيبة كأطفال أيضا تشاركنا بغرس أي قيمة، بغرس العطاء، بغرس المحبة، وبغرس أيضا تعاليم الكنيسة يلي هي كتير صح أنه تكبر مع الولد الصغير. هذا سؤال كتير كبير يعني، عرفتي كيف؟ هلا اي مثل ما قلتي التكنولوجيا يعني هذا موضوع كثير لازم نحن نحكي فيه ونركز عليه ومنعاني منعاني كلنا يعني عم نحكي واقع. هذا مجتمع انت مفروض عليك شيء معين، فنحن ايه منعاني مثلنا مثل اي بيت او 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 مجتمع صغير يعني بيعاني من هيدي القصه. هلا نحن بدنا نحاول انه نواكب شوي بالشيء الايجابي، يعني احيانا حتى طريقه عرضنا للموضوع يعني بتتطلب انه نحن التكنولوجيا، فهيدا شوي بتوصلي في شيء ورقيات في شيء لا تكنولوجيا بنستعملها لتقدري توصلي للولد، يعني طبعا الطفوله نحن عم نحكي تمام. هلا في تعاون مشترك بيننا وبين الاهل، يعني اذا في اي مشكله معينه يفضل انه يكون في تواصل بيناتنا لنقدر فعلا انه نحن نقدم شيء ايجابي لهالمشكله، يعني ما انه بس مجرد تدخل يعني، فنحن لا بدنا نحاول اذا بنقدر انه نعالج اي مشكله عم بيعاني منها الطفل بين البيت وبين التعليم اللي نحن عم نمارسه. هلا كيف بتعلمي الولد؟ نحن في عنا مثل ما قلت لك بايام الاعياد انه انت مساهمه منك لهالطفل، بتبلش نحن كان في شيء اسمه يوم الكيلو، يعني احنا بنجمع من نطلب من الولد انه يقدم شيء من كاسه رز كاسه سكر كاسه برغل، يعني كنا نقول له كيلو انه كيلو برغل كيلو رز كان ينبسط. هلا يعني كاسه منيحه هلا صفه كثير صعب، فنحن بنطلب انه انت مساهمه ماديه من خرجيتك من الشيء اللي انت معك، فنحن بنجمعهم وبيشارك يعني بيشوف كيف الموضوع عم بيتجمع، عرفتي كيف، وعم بيتقدم. لانه حتى احيانا نحن في لنا زيارات لهالعيال اللي هي محتاجت لنا ونحن محتاجينهم، لانه العطاء انت ما تشوفي بالبسمه والفرح على وجه هالاشخاص اللي انت عم تتعاطي معهم، فبتحسي انه الموضوع وصل بكل معناه الاساسي الاخلاقي الانساني يعني. فهالولد هذا بينبسط يعني، او مثلا بيساهم بتنظيف الكنيسه، فهذا كله عوامل هي مساعدة ليقدر فعلا يبني حاله، يكون له مساهمة هو ببناء شخصه هو يعني. فإن شاء الله نكون عم نقدر نساهم بهذه القصة إن شاء الله يا رب. ودائماً بنسأل هذا السؤال ليا كل شخص متطوع بالكنيسة، إن كان بمدارس الأحد أو بغير أنشطة، أو حتى الشباب اللي بيكونوا موجودين بالكشاف بيكون في لهم حياة موازية، ولكن حياتهم ووجودهم ضمن هاي الكنيسة بتغير مفهوم حياتهم كاملاً. قدي مر عليكي شباب وصبايا وحتى حضرتك، قدي حسيتي بمطارح معينة لولا وجودي بهذا المكان ما كنت قدرت وصلت بهالخبرة، وهالأشخاص هذا التواجد وهي المشاركة اللي نحن كلياتنا دائرة الخير بتبدأ من نقطة وبترجع لنفس النقطة اللي بدأت منها. قد ايه بتحسي بهذا التفاعل وأثره على الإنسان؟ هلا هو إنه أنت متى ما أنت اخترتي إنك تكوني بهيئة خدمية، نحن بنعتبر إنه خدمية، فأنت عندك الالتزام. هلا نحن هذا هلا بعمرنا بنقدر شوي نحكي عنه هيك بثقة، بس كلنا بنعاني من التناقض، عرفتي كيف؟ في خير وفي شر، وكيف ممكن انه الخير يغلب الشر، عرفتي كيف؟ هيدا بده يختبره كل شخص، يعني نحن علينا نقدم الكلمه وهو عليه انه يختبر ليوصل لقناعه شخصيه، ومتى ما وصل لقناعه وهي صعبه يعني ما لها سهله، بس نحن دائما نقول انه نحن بنغلب يعني بنغلب على الشر، يعني نحن ابناء النور، فنحن لا نحن مالنا ابناء ظلمه، نحن ابناء نور. هلا بنعاني من تناقضات بين الاجيال، بس بالحوار والتفاهم واختيار المواضيع المناسبه وطريقه عرضها هي اللي ممكن انها تفيد اكثر. احنا بدنا نتمنى لك عيد سعيد يا رب، وان شاء الله بينعاد عليكم المسيح قام حقا قام، وينعاد على كل الشبيبه بالخير والبركه، وان شاء الله الايام الجاي احسن. ميرسي لكم كلكم زور، ميرسي. هلا شكرا لك، المسيح قام، ونتمنى اكيد دائما الخير يكون موجود، ويعطيكم العافيه على كل الجهد والشغل اللي عم تعملوه. شكرا لكم ولاستضافتكم لنا وتوضعي على مدارس الاحد. اهلا وسهلا.
أكيد متابعين سلمى، وخلينا ننتقل إلى معايدات